شيخنا محمود من السعودية سأل يقول لديه قريب، وهذا القريب لديه زوجة وبينهما في بعض الأحيان مشاكل، فإذا كان هناك في سمائهم في حياتهم الزوجية نوع من الغيوم فيتوجه مباشرة للزواج بأخرى، ثم إذا صفت حياتهم من جديد فيقوم بتطليق هذه الزوجة. يقول هو أخذ ما يزيد عن 20 امرأة يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق بسبب وجود هذه المشاكل بينه وبين زوجته، مع أن زوجته الأولى لا زالت على عصمته، فما هو التوجيه لذلك؟ أحسن الله عليكم. لا يجوز أن يكون داعي الزواج لتأديب الزوجة الأولى أو لمضارتها أو للإساءة إليها، وإنما التعدد إنما شرع للحاجة إليه، فهو في أصله سنة، لأن الغالب أنه لا يكتفي الرجل بواحدة، وهذا التعدد لا يجوز أن يكون مضارة لا للأولى ولا للثانية، ولا يصلح أن يكون الزواج للتشهي لمحض التشهي. وهذا الذي تزوج وطلق فإن كان تطليقه لسبب الحمد لله ينظر لهذا السبب بقدره، وإن كان تطليقه لغير سبب فينبغي له أن يراجع نفسه وأن يحاسبها وأن يعالجها إذا كان عنده فرط عصبية أو ضيق عطن، هذه أشياء نفسية تعالج وتستدرك والله أعلم. لكن شيخ الكريم يقول هل يرشد إلى أن ينكح بطريقة ما يسمى بالمسيار؟ زواج المسيار تكلم الناس فيه كلاما كثيرا وصوره كثيرة، ولهذا يشتمل على شروط تفسد العقد ولا يصح معها العقد، ولهذا زواج المسيار ليس فيه قول مطرد حتى يعرف صفة هذا الزواج، فإن كانت صفته على الجهة الشرعية باكتمال الأركان والشروط ولم تشتمل على شرط محرم فالأصل جوازه، إن تنازت المرأة عن ليلتها أو عن النفقة أو عن السكنى والله أعلم.